اتفضل يا حاج. اهلا اهلا. يا اهلا. اتفضل يا حاج. سياده النايب. اهلا اهلا. انت فين يا ابونا؟ مش باين ليه؟ ما استغناش عنك يا حاج. انا جوا ديري وقاعد. يعني ايه؟ مفيش موائد رمضان السنه دي ولا ايه؟ طبعا في، بس اكيد سمعت عن الملايكه اللي دكانه اتحرق. طب ايه اللي طفي الحريقه يا ابونا؟ قول انت. المحبه يا ابونا. المحبه موجوده، لان المحبه لا تسقط ابدا. ايوه ايوه مظبوط، واحنا مستعدين ندفع لمليكه كل اللي هو عاوزه. إيه؟ لا سياده النايب يقصد يعني يعوض مليكه، وفي النهايه المحبه هي اللي هتستر كل حاجه. انا جيت لحد عندك ومعايا سياده النايب عشان عارفين احنا جايين لمين. لواحد كل شغلته المحبه وبس. لو كان علي انا مفيش مشكله يا حاج، بس في بعض الناس نفوسها شايله. نشوفوا مين اللي غلطان ونحسبوه. استنى يا احمد. شوف يا ابونا، احنا نعمل موائد رمضان زي كل سنه، ودكان مليكه هترجع زي الاول واحسن. اللي تشوفه يا حاج. طب هنفطر فين بكره؟ عندنا طبعا يا حاج. كده تمام، يبقى انت اللي تفطر معانا بكره يا ابونا. مش معنى احنا اللي نعمل الفطار ده كله. زي كل السنة. مش عنده مرة ولا الهانم عيانة؟ حبل عاد يا مرت عمه ما تقدرش. يا سلام يا حبيبتي، ما احنا كنا بنبقوا شايلينه وبنخدمه. ولا بنت زينب على راسها ريشة. مناش دعوة يا مرت عمه، احنا حارم عياله ما نقدرش نقوله له. والله لولا الناس تقول اتدبت لكنت خليت كسفته بكره قدام الناس كلها، يجوا ما يلاقوش لقمه ياكلوها. صلي على النبي وقومي يا منده واعملي احلى صينيه بشاميل، خلي بنت زينب بتشوفها وتتحسر. والله ما هتدوقها لو شنقوها. لا هتدوقها وتاكل منها وهتقول لك عملتيها كيف. حاضر يا كامله، هنعمل لهم السم. ومين الناس اللي عازمها دي كلها؟ ناس غريبه وكتير. ماشي يا فرحه، أدعى عليك ليلة رمضان، إلهي ترجعي بيت أمك بحق جاه النبي محمد وأهل بيته يا رب. وهي بطنها في الكام دلوقتي؟ أجل السادت. تمر هندي ولا قمر الدين يا أبونا؟ ولا حاجة يا حاج، لحد ما يدن المغرب. وبكرة كل اللي عندك عندي على الفطار إن شاء الله. حقا يا سيادة النايب، كان مفروض التلفزيون يجي يصور الفطار ده أو فطار بكرة. إحنا مع بعض قبل ما يخترعوا التلفزيون. قول لي يا أبونا، الفرجة على التلفزيون حرام ولا حلال؟ على حسب يا حاج أبو ذكري، ما أنا ما أعرفش أنت بتتفرج عليه. يلا بينا. أيوه حاج تعال. قسموا يا أولاد. يا حاج جواز سفرك عليه تأشيرة الحج وتذكرة السفر كمان. ربنا يخليك يا حاج، ونعمل لك ليلة في الجبل ما تعملتش لحد. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا حاج. يا رب. صحيح، خدمة الكرام عمرها ما تضيع أبدا. ما تنسناش في دعواتك. إن شاء الله يا حاج. الأذان. يلا يلا هلا. كل سنة وانت طيبين. وانت بألف صحة وسلامة. وانت طيب يا جد، هصلي معاك العيد بكرة. جادة يا مهران، شوف مين على الباب. دي خالتي نوار. تعالى يا بنت خشي. اهلا اهلا يا نوار. مرحبا يابا. مرحبا. اهلا يا حبيبتي. مالك يا نوار؟ ماليش، كل سنه وانت طيب. انت طيبه. يلا خد يا محمد عيديتك قبل اي حد. ربنا يخليك لينا ويديك طول العمر. عاوزة تخشي تحكي مع فرحة جوا؟ خشي. تعالي يا نورة، خشي جوا تعالي. نورة. نعم يا ابوي.
لو جوزك جه في العيد وطلبك بأدب هترجعي معاه؟ مش عاوزاه يا بوي. معلش يا بنتي، عشان ولدك يعيد في بيت ابوه. يلا خشي مع فرحة وتبيتي عندي لليلة. حاضر يا بوي. واجب باصص لي كده ليه؟ مش ناسي حاجة تانية؟ لا. ماشي. ماشي. عارفك. تفضل. ادي العيدية بتاعتك. عارفك أكتر من نفسك. أو كده. خوفتني. امشي يا خد العيدية بتاعتكم. ها؟ يلا حبيبي. يلا. وأنت؟ كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. خذوا اللي عايزينه. كل سنة وانتم طيبين. انت طيب يا ابو. طيب يا حاج. عاملين ايه يا ولد؟ الحمد لله يا حاج، كل حاجة تمام. وانت عامل ايه في الشغل يا جودة؟ متشغلش بالك يا حاج، كل حاجة تمام. طيب عاد مش هشغل بالي خلاص. الو، كل سنه وانت طيب يا حاج. دقيقه واحده. خد التليفون بعيد ليه؟ الشغل اسرار يا حاج. يا سلام، حتى عليك شريكه؟ لا ما يقدرش، انا قاعد له زي العفريت. اما الاسرار على مين؟ علي انا؟ اطمن يا حاج، عيالك كبروا خلاص، انا رايح مشوار. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا ولد. ما تقرب يا خيري. حاضر يا ابوي. الاخبار فوق كله تمام؟ بص يا ابوي، اللي حصل قبل كده ما ينفعش يحصل تاني. وايه اللي حصل؟ ما تحطنيش في مطرح وتزغرني فيه. لا تسلمني الامور كلها، لا تشيلني خالص. ما انا سلمتك ومش هسالك تاني. يرضيك؟ يرضيني. اهو كده اتحرك براحتي. طيب انا طالع انام، تمرني بحاجه حج؟ ما تقعد معانا شويه يا ولدي. كتر الف خيرك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا ولدي. مضطر امشي انا يا حاج، مش عايز حاجة؟ لا يا ولدي. كل سنة وانت طيب يا حاج. وانت طيب يا جود. طيب يا ابوي، استأذن انا كمان. مستعجلين كلكم ليه؟ معلش يا ابوي، عاوز ازور امي، اعيد عليها واقرا لها الفاتحة، اصلها وحشاني قوي. وانا ما وحشتكش. ما انا هبقى اجي تاني. اللي عاوز حاجه يعملها، بس سيبوا لي العيال.